مساء الخير. ليس فقط لأنه شاعر على أهمية هذا الأمر، بل أيضا لأنه مناضل صادق وقائد حقيقي لا تزال ذكراه حية في قلوب محبيه وعارفيه وقرائه. هو واحد من أبرز الأدباء الفلسطينيين المعاصرين، ترك إرثا شعريا مشحونا بالطاقة النفاثة الحاثة على التمرد والرفض وعدم الخضوع للاحتلال الإسرائيلي البغيض، متمسكا بهويته الوطنية في مواجهة محاولات الطمس والتهويد. لا يمكننا استحضار الشعر الفلسطيني المقاوم من دون وضع اسمه في المقدمة وعلى رأس قائمة الذين أسسوا لما عرف بشعر أو بشعراء المقاومة الفلسطينية. ويكفي هنا أن نذكر قصائد مثل أناديكم وباقون وسواها لنعرف عمن نتحدث. أكثر من 20 عاما مضت على رحيله وما زال حيا متوهجا، لا سيما في قلب زوجته ورفيقة دربه وشريكة نضاله التي قاسمته الحلوة والمرة ولا تزال أمينة على إرثه وذكراه. نتحدث عن الشاعر والقائد والمناضل الرمز توفيق زياد، ويشرفني أن أرحب برفيقة المشوار السيدة نائلة زياد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شرفت بيت القصيد. تسلم. أهلا فيك. اسمحي لي بالبداية بالحلقة اللي هي تحية لذكرى زوجك الشاعر والمناضل والقائد، أبدأ ببعض الأسئلة هيك الشخصية شوي. ما في مشكلة. هو كيف التقيتوا، كيف تعرفتوا على بعض، وشو اللي حبيتيه بتوفيق زياد الله يرحمه؟ التقينا في حركة سياسية واحدة. نعم، بالحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي بالطبع. والدي ووالدتي هم أعضاء بالحزب، وأنا نعم. من طفولتي في الحزب، وهناك تعرفت عليه، وطبعا كان يقرأ لنا شعر في المناسبات، وأنا حبيت شعره حقيقة. وبعدين كما يبدو أنها غمزة الصنارة، ما بعرف، فالتقينا وحبينا بعض وتزوجنا. نعم. استمر الحب فترة طويلة ولا كان حتى آخر لحظة؟ بقطع عليك. قبل الزواج؟ لا، ما أخذ وقت طويل، لأنه الحقيقة كان زواج مختلط. أنا من عائلة مسيحية. نعم. وهو من عائلة مسلمة، ولكن لحسن حظنا إحنا الطرفين الأهل ما عارضوا، وتزوجنا في قبرص في زواج مدني. نعم. ولكن صار في حديث بينك وبين والده للمرحوم. نعم. حول هالمسألة هاي تحدثنا في كتير مواضيع، وكان رأيه أنه قضية الدين مش هي الأساس، قضية الاحترام والمحبة والعلاقة المباشرة، هذا أهم شيء في أي علاقة زوجية. وبالطبع هيك كان، وبالنتيجة جمعكم الحب وجمعتكم فلسطين ووطنكم والالتزام بالحزب الشيوعي. أول فترة عشتوا بمنزل أهله. نعم. بالنسبة لإلك يعني كسيدي كامرأة كزوجي، كان من السهولة يعني أنك تعيشي مع حماك وحماتك في البيت نفسه؟ الحقيقة كانت علاقتي فيهن علاقة طيبة جدا. نعم. وعلاقة محبة واحترام، وأنا جيت من بيت مش يعني شعبي اجتماعي، علاقاتي كلها صلة مع الناس، فما كان عندي هاي المشكلة، بالعكس تماما، كان كل محبة وكل تفاهم. قد ايه كان بيت توفيق زياد بيت مفتوح فينا نقول عنه؟ الحقيقة طول الوقت بيت مفتوح من حياة والده، لأنه لا. الوالد كان كمان عنده كان دكاني واجتماعي ويحب الناس، وأمه زي ما تقول أمينة سر الحي، كل نساء الحي يجتمعوا عندها، فكان بيت كله حياة، فهذا كان يعطينا هيك اكتفاء في محبة الناس واحترام. لا. الناس. ولا مرة كنت يعني متذمرة أو متضايقة أنه هالقد في ناس رايحين جايين على البيت، ما كنت تحتاجي لخصوصية كزوجي كحبيبي كامرأة؟ هذا الخصوصية يعني في أوقات كانت نعم. تكون لإلنا يعني نعم. الناس ما كانت 24 ساعة داخلي طالعة، ولكن البيت كان بيت مفتوح لكل ضيف لكل زائر لكل، بالعكس واحنا بطبيعتنا بنحب الضيف وبنحب الزائر، فهذا كان بالنسبه لي شيء عادي وطبيعي، هذاك هيك عند اهلي وهيك كمان في بيت زوجي. قلت لي حضرتك انه استمر الحب الى اخر لحظه، وربما حتى اليوم
يعني لاحظت أنا وعم أقول مقدمتي حضرتك متأثرة. كيف بيبقى الحب كل هذه السنوات؟ لما في أول شيء لما يعني مضت 21 سنة على رحيله، وفي سنوات الزواج كلها سوا والأبناء والبنات صعب أقول لك أشرح لك، أما هي مشاعر، هي أحاسيس، هي علاقة، هي تفاهم يعني للآخر. لما أنا كنت فاهمته وهو فاهمني وقادرين نصل ل يعني شيء مشترك في كل ما يتعلق في العائلة، فهذا كان بتخيل سبب أحد الأسباب الأساسية في استمراره. يعني توفيق، مش عم بكشف سر، مش من الرجال اللي كل يوم يعني هاي الرومانسية يقعد يقبل مرته وبحبك وأنا بحبك، لا، بدون هذا الكلام كان الحب واضح. هو الناس اللي بعاد عن الشعراء بظنوا انه الشاعر يمكن بينام وبيوعى هو عم بيقول غزل لزوجته او هو عم ينظم فيها شعر، بينما الحقيقه يعني انا كشاعر عم اقول الحقيقه شيء اخر مختلف. يعني انه توفيق بالذات 90% اذا مش اكثر من شعره هو مش شعر غزل. نعم، هو شعر، هو غزل بالقضيه، هو غزل بالوطن، هو غزل بالحياه اليوميه، بالنضال. نعم. فما كان قبل ما ننتقل للحديث عن شعره وعن نضاله، يعني انا تعمدت انه نبدا يعني هيك كيف تعرفتوا على بعض، خلينا بدنا نسمع كمان بعض الاراء ب يعني الشاعر الكبير والمناضل توفيق زياد، اولها من صديق لكم وللعائلة الدكتور عيسى نقولة، لانه سائلك بعتقد سؤال بنفس الاطار اللي عم بحكي فيه، نسمعه سوا. توفيق زياد بالنسبة لي صديق حميم، رفيق درب، قائد محنك، اعتز بأني رافقته وعرفته عن قرب، فهو كان فارسا، شاعرا، مغوارا، جياش الأحاسيس، شلالا من العطف والحنان والمحبة للناس، للطبيعة، للأشياء التي حوله. توفيق زياد المناضل العنيد الذي لم يكن يمتلك من متاع الدنيا شيء، استطاع أن يبني لنفسه هرما كبيرا في نفوس الناس، وهذاك يعود إلى شجاعته وإصراره وحنكته السياسية وبعد نظره وشعوره بألام الناس. توفيق زياد رجل ولا كل الرجال، هذا الشخص لا يتكرر كل يوم، ونحن في ظروفنا الحالية نفتقر إلى شخصية مثل شخصية توفيق زياد، نفتقر إلى هذا القائد الملهم الذي كان يرى الأشياء أبعد مما يراها الآخرون، وكان له حس يدرك المدارك التي تصعب على الآخرين. هذا الرجل المحب، هذا الرجل المعطاء، هذا الرجل الذي أراد لشعبه الخير وبذل النفس في سبيل تحقيق أمان شعبه، فقال: أحب لو استطعت بلحظة أن أقلب الدنيا لكم رأسا على عقبي، وأقطع دابر الطغيان، أحرق كل مغتصب. أم الأمين، سؤالي إليك اليوم سؤال غير تقليدي، هل الحب وحده هو الذي قادك أنت وتوفيق زياد إلى الزواج في حينه، أم أنه كان هناك عامل آخر ألا وهو حب التحدي وكسر عرف من الأعراف المستشرية في شرقنا الحبيب الغريب؟ شكرا للدكتور عيسى نقولة. إذن هل الحب وحده، ولا كان في رغبة بتحدي ربما الأعراف والتقاليد وهذه الأمور؟ في الحقيقة هو بدي بالحب، ولكن نعم، الظروف حتمت علينا قضية التحدي، وكان أحد القرارات الأساسية مني
من أهلي، من توفيق ومن أهله، أنه ممنوع حدا يغير دينه. إحنا هيك ولدنا. مش يمكن أنا مش إنساني متدينة، ولكن أنا أحترم ما كتب أو ما سجل في وثيقة ولادتي. فهيك أنا ولدت وهيك هو ولد، وكان في حاجة لهذا التحدي. أو أنه ما بيكون في زواج، هيك كانت، أو نمشي بالتحدي أو ما في زواج. نعم. ولكن كما يبدو أنه رغبة علاقة الحب كانت أقوى من أنه نسمح لأنه أي حدا يخرب هاي العلاقة. طب أنجبتوا 4 أبناء. نعم. هني الله يخليهم وهيبة. وهيبة. أمين. أمين. عبور. عبور. وفارس. وفارس. بالضبط. استوقفني اسم عبور. ايه. ليش توفيق زياد يسمي ونائلة زياد بسموا بنتهم عبور؟ هون كان في تحدي. وهو في 73 احنا كنا فترة بتشيكوسلوفاكيا عشنا. نعم. ولسه عبور ما كانت ولداني، فصارت حرب اكتوبر. كنت توفيق كتب قصيدة ونحن بتشيكوسلوفاكيا. وحصل طبعا عبور قناة. هذا اللي بدي احكي لك، صارت حرب اكتوبر وعبروا الجيش المصري قناة السويس. فنشر القصيدة بصحيفة الشعب الحزب الشيوعي العراقي. في هذا الوقت هو لسه ما كان عضو كنيسة. بعد السنة اللي بعدها صار عضو كنيسة بال74. فجريدة الاتحاد في حيفا نشرت القصيدة. طبعا قامت القيامة انه كيف بمجد الجيش المصري وبمجد العبور وهذا ايش ضد الجيش الاسرائيلي وضد دولة اسرائيل. فقامت القيامة لازالة حصانته من البرلمان، وصار عليها ضجة اسابيع وهن يحكوا بالكنيسة والصحف تكتب. فبالاخر يعني ضحك هيك وقال لهم تضلكوا تناقشوا طز فيكم في هيك نقاش. فطبعا قامت القيامة شو الطز اللي قالها توفيق زياد. قعدوا يفتشوا عن معنى كلمة طز. فبعد أسبوعين طلعت معهن. إيش طلع معهن؟ طز ملح بالتركي. نعم. وأكلوا هوا. فبعدها أنا كنت حامل. قال طيب رح يجي الرد. فطبعا بشهر 2 خلفت عبور، خلفت بنتنا، وقال أجل أسم، كان اسمها حاضر بالطبع، فسماها عبور. رجعت الضجة من أول وجديد، إزالة الحصانة ومحاكمة وإلى آخره. بالطبع كان كله حكي فاضي وما إله معنى، وعبور بقيت عبور وإحنا بقينا إحنا. ويعني كان يتحدى هذا الاحتلال طبعاً. بكل الأشكال، بكل ما استطاع إليه. نعم. حتى بالأسماء. طبعا تعرضتوا لمضايقات ولاعتقالات ولاقتحام منزلكم مرات ومرات، سنأتي على هذه الأمور. ولكن وفاته بحادث سير مروع على طريق القدس أريحة. نعم. لما كان ذاهب أو عائد من استقبال الرئيس ياسر عرفات إثر يعني عودته إلى فلسطين المحتلة بعد اتفاق أوسلو. هل فكرتي للحظة من اللحظات بخمسة تموز 94، هل فكرتي للحظة من اللحظات أنه ممكن يكون حادث السير مدبر؟ طبعا فكرت، بس حسب المعطيات كلها. نعم. والأصدقائنا الأطباء اللي راحوا عاينوا الحادث والسيارة وفحصوا بالمستشفى، فأكدوا لي أنه الحادث كان طبيعي. نعم. لأن أول شيء ما كان حاطط حزام الأمان. ولما نفخ البالون على لما نفخ البالون. نعم. دفشوا لشنطته كانت على الكرسي على جنبه. اللي جنبه. فإجت الهواية في عرق الدم. فأكدوا لي إنه هلا إذا في السيارة اللي إجت في هذيك اللحظة كان بعده فيه حياة، ما حدا بيعرف. بالمرة. ما في يقين. ما في حدا بيعرف نعرف انه اجى. هو الحقيقة سؤالي مرده انه سبق وتعرض لمحاولة اغتيال. طبعاً. قبل ذلك يمكن سنة 77 تعرض لمحاولة اغتيال. قيل او كتب انه هو عرف مين اللي جربوا يغتالوه. صح. والتقى فيهم. صح. وجلس معهم. صح. كيف؟ صح. مين هو؟ ما نشر. نعم. ولكن هو عرفهم واحد واحد. عرب هني ولا عرب إسرائيلي. مرتزقة. نعم. للأسف الشديد. بعدين كلهم حتى ماتوا بظروف ما حدا بيعرف شو هي. عملاء للاحتلال. عملاء للاحتلال يعني. بالطبع. نعم. وناس عاديين، ناس شرفاء ما بيعملوا هذا العمل. بس أمام شخصية توفيق بعت وراهم واحد واحد وقعد معهم وعرف كل التفاصيل وما نشر. يمكن كان مخطط انه ينشر فيما بعد، لانه كان دائما عنده حلم. نعم.
انه يتفرغ، ما يترك السياسه بس يتفرغ شوي للكتابة، لانه عنده مخزون من الادب اللي حابب كان انه يكتبه وينشره. صحيح، وهو الى جانب يعني كتاباته الشعريه الطليعيه والرائده كان مهتم بالموروث الفلسطيني وبالفولكلور الفلسطيني وبالادب الفلسطيني. وفاته المفاجئه غير المتوقعه، غير الحزن البديهي والطبيعي وحزنك مرافقك لليوم، كيف انعكست عليك يعني كسيدة بيت، كربة أسرة، كمناضلة أيضا يعني في ظروف تعيشون أبناء 48 بظروف يعني غير طبيعية؟ صحيح أكيد كان صعب جدا ومسؤولية جديدة علي، بس أنا حطيت، يمكن تستغرب بقول لك، حطيت قدام عيني مقطع من قصيدة إله اللي بقول فيها أدفنوا أمواتكم وانهضوا، الحياة أمواتكم وانهضوا، الحياة يجب أن تستمر، الحياة يجب أن تأخذ مجراها، البكاء والحزن ما بيجيب نتيجة، الحزن بضل في الداخل، ولكن استمرارية الحياة هي مستمرة دائما. فأنا أمامي 4 أولاد وأنا مسؤولة عنهم ومسؤولة عن بيت بأكمله، فأنا لازم أخذ دوري كربة بيت وأستمر في عملي في كل المجالات اللي أنا بشتغل فيها. قبل ما انتقل لموضوع آخر، ممكن نسمع يعني بما أنك استشهدتي بالشعر وبعرف أنك يعني قارئة جيدة لشعره وحريصة على شعر توفيق زياد؟ كتير في قصائد، بس أنا في واحدة من القصائد اللي أنا بحبها، اللي بتحبيها، بحبها، هاي آخر مجموعة كتبها قبل يعني بال91، آخر مجموعة تفرغ لكتابتها، وفيها بالطبع تحدي. بس اسم المجموعة، اسم الكتاب أنا من هذه المدينة، تفضل. وأسم القصيدة أتحدى، لا دمي تشربه الأرض ولا روحي تهدى، فاقتلوني أتحدى، واصلبوني أتحدى، وانهبوا كسرة خبزي أتحدى، واهدموا بيتي وخلوه حطاما أتحدى، وكلوني واشربوني أتحدى، وطني وطني أنت المفدى، والأماني التي تقطر شهدا، وطني الحرقة والوجد الذي يأكل عمري، والهوى والضوء في عيني والشوق الذي يملأ صدري، هذه الأرض بلادي وسماها ولعي، حاضري مستقبلي مهدي ولحدي، ودمي لحمي فؤادي أضلعي، وهي أمي وأبي، وهي أبنائي وجدي، وتراثي وأغاني وأعلامي ومجدي، بيتي العالي وعنوان التحدي، وأنا الناس الحزانة، وأنا الشعب المعذب، وأنا العاصفة الهوجاء في وجه المظالم، وأنا النهر الذي يجري ويجري جارفا كل الطغاة، وأنا بركان عشق للوطن، وأنا الخضرة والشمس وقطرات الندى، فاقتلوني أتحدى، واصلبوني أتحدى، لا دمي تشربه الأرض ولا روحي تهدى. يمكن سهل نقول لأنه فلسطيني ولأنه تحت الاحتلال ولأنه بالداخل، بس يعني مش كل من هو في الداخل وتحت الاحتلال ويعني يحمل الهوية الفلسطينية لديه هذه، هل الغالبية صح؟ ولكن بالأدباء بالشعراء يتميز توفيق زياد بهذه النبرة العالية، بهذا النفس المقاوم، وهو يعني أبرز مؤسسي الشعر المقاوم. سنتحدث عن كل هذه المسائل وعن دوره المحوري بيوم الأرض. كلنا بنسمع بيوم الأرض، نحيي ذكرى يوم الأرض، بس يمكن في البعض منا ما بيعرف شو هو يوم الأرض بالضبط وكيف نشأ وبدأ. سنتحدث في هذه العناوين، ولكن بعد التوقف مع موجز إخباري نتابع بيت القصيد. ليس توفيق زياد شاعراً عادياً، هو رائد من رواد شعر المقاومة وأحد صناع الوجه الإبداعي لفلسطين وثورتها المجيدة، وهو الضلع الثالثة لمن أسماهم غسان كنفاني شعراء المقاومة الفلسطينية، أي محمود درويش، سميح القاسم، وتوفيق زياد. ازرعوني زنبقاً أحمراً في الصدر وفي يتميز شعره بنبرته العالية في مواجهة المحتل الإسرائيلي وبمساهمته الجوهرية في ترسيخ الهوية الفلسطينية في وجه محاولة الطمس والتهويد. صموداً صموداً أي
صبرا على النوب، ضعوا بين العيون الشمس، ضعوا بين العيون الشمس والفولاذ في العصب، سواعدكم سواعدكم تحقق أجمل الأحلام، تصنع أعجب العجب. يتميز شعره بوضوح صوره ومعانيه، أسوة بوضوح موقف الشاعر وانحيازه إلى عشاق الحرية والمقهورين والمضطهدين في أربع رياح الأرض. المشهد الشعري الفلسطيني لا يمكن رؤيته بشكل متكامل وبشكل شمولي إلا من خلال رؤية الموقع الذي احتله توفيق زياد فيه. شاعر استثنائي لا يزال صوته يصدح في أرجاء الذاكرة والوجدان اليوم، وعلى الرغم من مرور أكثر من 20 عاماً على رحيله، لا نزال نردد معه أناديكم. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم، وأبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم. أناديكم 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 أناديكم. مشاهدينا الكرام، صفحتنا على الفيسبوك بعنوان بيت القصيد، بتمنى تنضموا للصفحة لتتابعوا أخبار البرنامج وأسماء الضيوف. حلقتنا الليلة هي تحية لذكرى الشاعر العربي الفلسطيني الكبير توفيق زياد، وضيفتنا زوجته ورفيقة مشواره السيدة نائلة زياد، أيضا رأي آخر بتجربة الشاعر الكبير توفيق زياد، هذه المرة من الأديب محمد علي طه، نسمعه سوا. توفيق زياد بالنسبة لشعبنا ولقضيتنا هو القائد الوطني الكبير، كان يتمتع باحترام كبير وبتقدير كبير بسبب مواقفه الوطنية الجريئة والسليمة في آن واحد. كان شخصية عندها شخصية شجاعة جدا، عنده بعد نظر كبير في جميع القضايا، يتمتع بجميع صفات القائد. كما أن توفيق هو الشاعر الأول الذي وضع أسس شعر المقاومة الفلسطينية. كانت تربطني بتوفيق زياد علاقة صداقة متينة جدا، امتدت منذ أوائل السبعينات حتى وفاته. له معي قصص عديدة، مثلا ما زلت أذكر عندما سافرت لأول مرة للخارج في عام 78 للمشاركة في مهرجان الشباب الديمقراطي في كوبا، وعندما عدت اعتقلت في المطار، اعتقلوني وأنا في الطائرة، وكان يرافقني في المطار رجلا أمن قويا الجسم، وقد صادر جواز سفري وأغراضي. وفيما أنا واقف هناك وإذا بتوفيق زياد يتقدم إلي، كان قد حضر لاستقبال ابنته وهيبة التي جاءت من موسكو، فعندها انقض عليهما وبدأ يصرخ وقال لي افعل ما أفعله، وقاد معركة ضد رجال الأمن، فاجتمع خلق كثير هناك مما أحرجهم وطلبوا إطلاق، فأطلقوا سراحي. أختي نائلة
في أحد أفراحنا أو في عرس من أعراس العائلة جمع المناديل عن رؤوس النساء. كان يحب المناديل الفلسطينية وأخذ مجموعة من هذه المناديل وكان يحتفظ بها في حياته. هل ما زلت تحتفظين بالمناديل الفلسطينية التي أخذها توفيق في ذلك العرس؟ الشكر الجزيل للأديب محمد علي طه الشاعر والكاتب المعروف. إذن جمع مناديل توفيق زياد نسوة في أحد الأفراح، لماذا؟ بالأساس الحق يقال، قال لهم طبعا ترقصوا حفلة مشتركة والحطات العروس كلها إيش؟ نعم صح لهنيان، وقال لي احتفظي فيهن، وأنا بالفعل ما زلت محتفظة فيهن، حتى عم بفكر أني أبروزهم وأعلقهم في البيت لأنه هذا أحلى لوحة ممكن تنحط في البيت. نعم، ممكن يكون جزء من اهتمامه بالفولكلور الفلسطيني بالأزياء الفلسطينية. بتعرفي حضرتك الصراع مع الاحتلال مش بس على الأرض، على الذاكرة، على الموسيقى، على التراث، على كل شيء، حتى على الأكل. حتى على الأكل لاحقيننا عليه أبدا. في الفعل طبعا هذا أحد الصراعات الأساسية، لأنه وأحد نداءاته كانت لما فكر يشتغل في الأدب الشعبي الفلسطيني، يجب الحفاظ على أدبنا من الاندثار وإعادة بناء الأغنية الفولكلورية في لغة الخليل ابن أحمد حتى ما تضيع. وبلش حول بعض الأغاني، مثلا كلنا بنسمع على عذب الجمال قلبي عندما يوم النوى على الرحيل، فهو حولها إلى عذب الجمال قلبي عندما اختار الرحيل. نعم. ضلت في نفس الوزن وبنفس اللغة ولكن حولها للغة عربية. نعم. فصحى حتى ما تضيع. وكان هدفه حول لثلاث أربع قصائد، لكن هدفه كان يشتغل على أكثر، ولكن القدر كان أقوى منه، كان أسرع وأقوى. يوم الأرض يعني الذي نحتفل به دائما في 30 من شهر آذار، أي دور لتوفيق زياد آنذاك بعام 76 في إطلاق وأحياء هذا اليوم؟ توفيق زياد في سنة 76 كان له 3 أشهر بس رئيس بلدية الناصرة، وكان طبعا عضو في لجنة الرؤساء، ولكن نعم. قبلها بسنة هو كان عضو في لجنة الدفاع عن الأرض اللي أقيمت وأقيم لها مؤتمر بحيفا وانتخبت. نعم. لجنة وإلى آخره، لأنه شرح يطول. ولكن هاي اللجنة، لجنة الدفاع عن الأرض، قررت أن يكون أمام قانون أو قرار المصادرة أن يكون يوم دفاعي ويوم وطني. فبلش أجا اقتراح أنه يكون 30 آذار يوم إضراب عام. نعم. وكان أول إضراب عام بتخوضه الجماهير العربية في إسرائيل بعد 48. فبالطبع انهزت كل الحكومة. نعم. والسياسي، ويجب إلغاء هذا القرار. وكان آخر شيء طلب من مستشار للشؤون العربية اسمه توليدانو بهذاك الوقت أنه يعقد اجتماع في بلدية شفاعة عمر لإلغاء قرار الإضراب، وأصر طبعا. أما فطب بالتوفيق كان بالاجتماع، حوالي 45 رئيس مجلس وسلطة محلية كانوا مجتمعين، أغلبيتهم مع إلغاء القرار، و11 واحد كانوا مع بقاء الإضراب. فبالطبع الحزب دعا كل الجماهير للالتفاف حول مكان الاجتماع. نعم. فطلع توفيق من الشباك، شاف مئات أو حتى ألوف من الشباب والنساء والأطفال كله بيهتف من أجل الإضراب. فطلع في الرؤساء المتعاونين وقال لهم مش انتم اللي بتعطوا القرار، الشعب قد اعطى القرار وسيكون اضراب رغم انفكم. حاولوا يهجموا عليه يعتدوا عليه وما نجحوا، ونجح الاضراب مع انه سقط فيه 6 شهداء. وكان اضراب عام وكان في جرحى وكان في مصابين وكان في هجوم على بيتنا بالطبع، ولكن امام قرار الاضراب نجح وكان له رد فعل كبير للجماهير. نعم. العربية. ولا زال حتى اليوم نحيي يوم الأرض الذي انطلق يعني ذاك العام عام 76. قلتي لي أنه هجموا على بيتكم، ويعني أكثر من مرة جربوا الإسرائيليين اقتحام بيتك واعتقلوك وحققوا معك يعني العزيمة القوة في يعني من أين؟ أنا يمكن أنا تربيت هاي التربية، تربية التحدي. لما كنت أنا طفلة صغيرة يجي البوليس بيعتقل أبوي.
نعم. ويدوروا. فيعني انا بالنسبه لي يعني انا شفت لك صوره هيك واقفه على باب البيت يوم الارض في بوجهك ثلاث اربع جنود مدججين بالسلاح. انت عارف اجى الامر اغلقوا المدخل الشرقي للبيت واقتحموا البيت احرقوه على اللي فيه. وانا كان قايلين لي انه توفيق جوا. نعم. فقلت لكل الاطفال والنسوان اللي كانوا فوتوا جوا وانا واقفه يوم اللي بده يصير يصير. خلص في لحظه انت بتفقد كل خوف وكل كل تردد. كان المواجهه والمقاومه يجب ان تكون، وهذا اللي صار. فوقفت طبعا انا واحد وهم كانوا اكثر من 10 ف يضربوني ويزحوني ويسبوا علي واصب عليهم. واللي انقذ الموقف كما يبدو في هذيك اللحظه وجود التلفزيون البلجيكي اللي نعم. صور الحدث. فكما يبدو اجتهم اوامر انكم انا نسيت ممكن لو ما كان في اعلام كانوا حرقوا البيت كان ممكن ما بعرف. نعم. فاجت اللحظه حتى بعدها مباشره اجى التلفزيون بيقول لي شو اللي صار. قلت له ما انت صورت وشفت. قال لي شفت بس. قلت له ما بعرف هيك اجى الامر وهيك صار. نعم. ويا ما احرقوا بيوت يعني على كل حال ويا ما دمروا يا ما دمروا ويا ما قتلوا ويا ما نعم. عذبوا. بالتحقيق بالاعتقال كان عندك يعني هيك الصلابه والجراه انك تواجهي المحقق؟ بالطبع بالطبع. حتى مره في محكمه نعم. اتهموني ان انا كنت يعني اشجع الاولاد يراجعوا حجار. فقدموني محكمه. فانا اخذت قرار وحتى الحاكم في حينه والمحامي تبعي عملت شغله واحده اعادت عيني بعين النيابه لان انا شايفته انه عم بيكذب. نعم. ما عملتش شيء ثاني بس اعادت عيني بعين النيابه. ما اعطيتوش فرصه يعطي للمدير البوليس ثانيه اشاره انك غير اقوالك. فانا احرجته بهاي الطريقه وطلع كذاب. ولكن للأسف مع كل الحق اللي كان معي حكموني ما حكموني بالسجن حكموني برامي مالية. ولكن التحدي موجود ما راح يتغير لحد اليوم. لحد بعد عندك هذا النفس لا يمكن. هذا الإصرار لا يمكن. ما بقدر ما مش بقي يعني هذا إشي بطبيعتي بطبيعة تكويني بطبيعة تربيتي. نعم. تحدي كل ظلم وتحدي كل احتلال. لو بتعاملوا معي بإنسانية بتعاملوا بإنسانية أكتر. ولكن لا أرفض بشكل قاطع أي ظلم وأي تحدي على أي صعيد. نعم. سياسي يمكن واجتماعي. يمكن هذه إحدى النقاط المشتركة بينك وبين المرحوم توفيق زياد. حكينا أنه كان شعره يعني مقاوم عالي النبرة مثل أناديكم. نعم. مثل باقونا هنا مثل بأسناني يعني قصائد طبعا. كثيرة أيضا يعني لم يكتب فقط لفلسطين. نعم. كتب لفهد القائد والشهيد الشيوعي العراقي المعروف. كتب لباتريس لولومبا. كتب لقضايا كثيرة في العالم. كيف كان تفاعله مع هذه القضايا وعلاقته بما يجري في العالم؟ كان عنده حس أممي خلينا أقول. نعم. حس مع كل شعوب الأرض. كتب للأوراس كتب للجزائر كتب لكوبا. فكان يعني يحس مع كل شعب بناضل مع كل شعب بقاوم مع كل إنسان ضد العبودية ومن أجل الحرية. فهذا هذا الشعور العام اللي في داخله هو اللي أعطاه. مرة سألوه قالوا له إيش بتميز شو الفرق بين توفيق زياد الأديب وتوفيق زياد السياسي. قال لهم السياسي اللي فيه أغنى الشاعر اللي فيه والشاعر اللي فيه أغنى السياسي. فكانت جملة حلوة إنه كما يبدو هاي هي الشمولية اللي كانت عنده. نعم. بس ميله الحقيقي ورغبته الحقيقية أن يتفرغ للكتابة وللشعر 100%. يمكن لو ما كان بالداخل الفلسطيني وفي مواجهة المحتل ويمكن كان فقط كتب شعر. ما هو بهذاك الوقت ما كان يعني كان اللي بده ياخذ منصب سياسي. نعم. كان عمليا هو مفروض عليه. نعم. يعني مش برغبه. اليوم بيروحوا للعمل السياسي برغبته. في كان بده يتفرغ للادب ولكن فرض عليه من قبل الجماهير والشعب. نعم. والحزب لا انت محلك هون كرئيس بلديه انت محلك هون كعضو برلمان او عضو كنيست. ف قام بواجبه كما يجب بدون. نعم. أي جدل. نعم. وبدون أي نقاش. كان عنده دور وبنفس الوقت نعم. ونفس الوقت ترك إرث شعري بالزبط. جميل بالزبط. ممكن نسمع قبل ما نتوقف مع الاستراحة نسمع شيء من شعر توفيق زياد. في كمان قصيدة حلوة كمان قصيدة بس بتقولي لي من أي كتاب دائما من هلأ طبعا بس ألاقيها. القصيدة اسمها مليون وشمس في دمي من هذا الكتاب اسمه. نعم. سجناء الحرية. هذا نعم. الكتاب القصيدة الأساسية اللي فيه كتبة سنة 70 لما أضربوا السجناء في سجون إسرائيل كلياتها. نعم. عن الطعام
وكان تعاطف معهن، ولما كتب القصيدة توزعت كمنشور واعتقلوا اللي وزعوا المنشور. فطبعا لأنها قصيدة جميلة بدي طويلة قصدي بدي أخذ فقرة منها. نعم لو سمحت. سلبوني الماء والزيت وملح الأرغفة وشعاع الشمس والبحر وطعم المعرفة، وحبيبا منذ 20 مضى أتمنى لحظة أن أعطفه. سلبوني كل شيء، عتبة البيت وزهر الشرفة، سلبوني كل شيء غير قلب وضمير وشفة. كبريائي وأنا في قيدهم، كبريائي وأنا في قيدهم، أعنف من كل جنون العجرفة. في دمي مليون شمس تتحدى الظلم المختلفة، وأنا أقتحم السبع السماوات بحبي لك يا شعب المآسي المسرفة. فأنا ابنك من صلبك قلبا وضميرا وشفا. يدنا ثابتة، يدنا ثابتة، ويد الظالم مهما ثبتت مرتجفة. يعني رحم الله توفيق زياد وأطال عمرك وعمر كل المناضلين الرابدين في مواجهة هذا المحتل اللئيم. سنتابع مع حضرتك، ولكن اسمحي لي توقف لحظات سريعة ثم نتابع بيت القصيد. قلة من الشعراء البارزين تنزل إلى الشارع والمعترك اليومي. توفيق زياد ابن شارعه ونبض أبناء شعبه لم يغب يوما عن قضايا أهله وناسه. بدنا نلغوا يوم العرض، يوم العرض هو اسمه يوم العرض وليس عيد. حتى اليوم بعد مرور 1400 سنة بكون كل الناس بتقول يوم أحد ويوم القادسية ويوم اليرموك، وبتقول الناس يوم تحميم القناة، وبتقول الناس يوم إعلان الدولة الفلسطينية. الذاكرة لا تزال تحفظ دوره المحوري في إحياء يوم الأرض الفلسطيني عام 76، لا يزال إلى اليوم علامة مضيئة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر ومناسبة احتفال سنوية. توفيق زياد كان قائدا جماهيريا من الطراز الأول، ولكنه كان منفتحا على الحوار ومنشغلا على صياغة إطار أوسع لعمل العرب هنا في محاولة لتوحيدهم وتوحيد خطابهم السياسي والثقافي. وبالتالي نفتقده في هذه الأيام، لأننا نفتقد عامل توحيد بحجم توفيق زياد. القائد الشيوعي الفلسطيني لم تحل شاعريته العالية دون نزوله إلى الميدان وتحويله بلدية الناصرة إلى بؤرة نضال عملي. إن ابتلاج الروح بالبذرة أقوى من الصخرة، إن ابتلاج الروح بالبذرة. لم يكتفي بالنظرية والتنظير، بل قرن القول بالفعل. سيرته مضرب مثل ونموذج يحتذى للمثقف المناضل وللشاعر القائد الذي لم يهن ولم يصغر أكتافه رغم محاولات الاغتيال وعمليات الاعتقال. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الحلقة من بيت القصيد، وهي تحية لذكرى شاعر كبير وقائد رمز هو توفيق زياد، وضيفتنا زوجته السيدة نائلة زياد. قلنا أنه كتب لمناضلين كبار ولقضايا يعني غير القضية الفلسطينية، ولكنه يقول أيضا أكتب للصعاليق وللمساكين. علاقته بالفئات الشعبية، علاقته بالناس بالشارع، لما كان رئيس لبلدية الناصرة بعرف أنه كان يعني حين يتجول بالأسواق يأخذ ويعطي ويستمع ويلبي. اللي ميزه كرئيس بلدية أنه ما كان قاعد وراء الكرسي، كان قاعد بين الناس. نعم. يمرق
مرحبا كيف حالك؟ أسأله مرات تعرفهن؟ قال لي لا، بس هم بيقول لي بس هم بيعرفوني حتى لو أنا ما بعرفهم مش. بس هو بالإضافة لهذا كان يحب الناس. هو لما كتب أو بحث في الأدب الشعبي شو عمل؟ كان حتى بعضه مش سايل لرئيس بلدية، وش كان بتفرغ، فكان يلتقي مع الستات الكبار بالعمر يقعد يسمعهن. في درويش هيك بالحارة يضلهن دائرين، وهدول حافظين أغاني فولكلورية، يقعد معهن بالليل ويسمع ويسجل. فهيك بدأ علاقته، هيك بدأ بتجميع الأدب. بالنسبة له كرجل سياسي في البلدية وفي الكنيسة، كان دايماً علاقة مباشرة مع الناس. ما كان يعني نقول يتكبر عليهم، بالعكس يوم يوم ينزل. تعرفي حضرتك يعني المثقفين والشعراء صنفين، في الصنف اللي يعني اللي يكتفي بالكتابة وهو يعني في مكتبه في برجه العاجي كما يقال، مترفع عن شؤون الحياة اليومية، وفي الصنف الآخر الذي يعني يتواصل، يبدو أنه كان من الطراز الآخر، من هذا النوع، من النوع الشعبي اللي بحب الناس، بحب يقعد مع الناس، بحب يسمع الناس. كان تلهمه حكايات الناس. ايه بالطبع. تلهمه كشاعر بالطبع. مش بس كسياسي كمناضل. هو لما بيسمع قصص الناس بيعرف شو نبض الشارع. نعم. كتير كان يستعمل كلمة نبض الشارع، يعرف شو نبض الشارع، شو الناس بتفكر، شو متطلبات الناس. لهذا السبب أول ما صار رئيس بلدية، أول شغلة عملها رد على سياسة الحكومة أنه هاي البلدية رح نسقطها وإلى آخره. أعلن هو زملائه بالطبع عن مخيمات عمل تطوعية، بدي المخيم بثلاث 400 بني آدم وانتخب 15,000 بني آدم. 15,000 بني آدم من كل فلسطين. نعم. من الضفة الغربية ومن 48 ومن حوالي 30 أو 40 دولة أوروبية كانوا كل سنة يجوا يشاركوا بالمخيم، يشوفوا يشتغلوا بإيديهن ويسمعوا قصتنا كشعب فلسطيني من 48 لبعد 67 وما بعد. فهذا هذا الرد كان تثبيت وجود، تثبيت هاي البلدية اللي استمرت لحد وفاته واستمرت بعد وفاته. كان عنده هذا الهم، هم ترسيخ الهوية الفلسطينية. يعني احنا نعرف مشروع التهويد والاستيطان، ويعني يمكن مناطق 48 الأكثر يعني عرضة لهذا الموضوع. لو بيقدروا الإسرائيليين بيرموكم بالبحر كانوا بيرموكم بالبحر. بالطبع، بس احنا ما سمحنا لهم يرمونا بالبحر. بالعكس، احد مثلا الاهداف اللي انحطت في البلدية إقامة كل سنة مدرسة، وفرض على وزارة المعارف انها تدفع كل سنة. طب ما احنا مواطنين ندفع ضرائب. تدفع ميزانية لإقامة مدرسة كل سنة. وبالفعل 20 سنة رئيس بلدية أقيمت 20 سنة 20 مدرسة 20 مدرسة. مدرسة في الناصري، هذا بالمتعدل المتوسط. كم نحتاج اليوم إلى مناضلين من هذا النوع سيدتي؟ مش لأنه زوجك يعني مناضلين عمليين. صح. يعني نظريات، شبعنا نظريات. صح. شبعنا حكي، شبعنا حتى شعر وقصائد. أنا شاعر وعم بقلك هالكلام. يعني الناس صارت تطالب بالملموس. كم نحتاج إلى مثل كتير؟ إحنا بحاجة لقادي من الشعب وللشعب، يعني يحسوا بألم الناس، يحسوا بمتطلبات الناس. أنا بقدر أن أضل أحكي سياسي قديش بدك، ولكن أنا بدي إشي عملي فعلي. كيف أرجع هاي الروح الثورية عند الناس؟ هذا أنا بالنسبة لي هذا بنقصني أنا شخصيا، وبنقص للجيل اللي عم بيطلع، اللي أنا حاسة قديش بيفتقر لهذا النوع من العمل الثوري الوطني الاجتماعي السياسي. أنشأت مؤسسة توفيق زياد للحفاظ على إرثه النضالي والشعري. خلينا نسمع رأي مدير عام المؤسسة الأستاذ أديب أبو رحمون لو سمحتي. احنا موجودين في مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع. هذه المؤسسة أقيمت تخليدا لذكرى القائد الوطني المناضل الشاعر والأديب توفيق زياد بعد رحيله، تعنى في قضايا ثقافية أدبية مختلفة. الحقيقة أن توفيق زياد يستحق أكثر من هيك. توفيق زياد غني عن القول أنه هو الأساسي في إنجاح يوم الأرض سنة 76،
استمر في نضالاته المختلفة. والحقيقة أن توفيق زياد أعطى كل عمره لنصرة قضية شعبه العربي الفلسطيني. أنا رافقت توفيق زياد لفترة طويلة، سنة 78 انتخبت لمجلس بلدية الناصري، وبعدها أصبحت نائبا لتوفيق زياد حتى سنة 92. توفيق زياد معروف بمواقفه المبدئية، بآرائه الصلبة، بأحاديثه العزبي. علاقتنا كانت علاقة صداقة، علاقة صداقة رفاق، وتميزت بشكل خاص بتعامله الإنساني مع كل المحيطين به. سؤالي إليك يا أم الأمين، أبو الأمين معروف أنه كان عضو في البرلمان، كان رئيس بلدية، كان مشغول سياسيا وبلديا، كان يتغيب عن البيت كثير. سؤالي كالتالي، شو التأثير تبع هذا كان على البيت؟ إذا كان ممكن أنك تعطي جواب عليه. شكرا. شكرا للأستاذ أبو رحمون على شهادته. تفضلي، الجواب عندك. الجواب عندي طبعا، أنا وضعت أمام مسؤولية جدية، بيت، أولاد، غياب توفيق عن البيت، بس كما يبدو هو أعطاني هذا الظهر أو هذا النفس أنه أوكي أنت المسؤولة عن البيت مع غيابي، وهذا أعطاني شعور أكثر بالمسؤولية تجاه البيت، تجاه البيت وتجاهه هو. لأنه إذا أنا كل ما روح على البيت وين كنت وليش تأخرت، معناه أنا أفشلت كل عمله. فأنا كنت الداعم لكل نشاطاته ولكل برامجه، وفي نفس الوقت كان إلي حق وكنت أطلبه بالطبع لإلي وللأولاد لما يكون عنده شوية وقت يعطينا من هذا الوقت، ولما كان يقدر ما كان يبخل. شو اللي بتعتقدي أبرز ما أورثه للأولاد، ما تركه للأولاد؟ ليس الماديات. الماديات هذا موضوع على جنب خليه، لأنه ولا مرة كان جزء أساسي بحياتنا، بس أنا بعتقد أنه أعطاهن روح الوطنية، روح الثورية، الانتماء، محبة الأرض. يعني ابن أمين دائما لما يكون حاله لاقي حاله فاضي بأخذ أولاده يفرجيهن زي ما كان أبوه يعمل، وعلى القرى المهجرة، ويعرفهن على الأرض، على النبات، على الشجر. فهذا موروث. قلتي لي شغلي هيك لما كنا قاعدين سوا، أنه لما كان الله يرحمه يأخذ الأولاد، أولادكم يعني، ويقول لهم لما تشوفوا شوية حجارة وصبير، الصبر كان مش بس للأولاد، كان يعرفهم وين بتلاقي منطقة فيها صبر. اعرفوا انه هون كان في قرية هدمت سنة 48، شالوها الإسرائيليين من أساسها. وأحيانا بتلاقي حيط هون حيط هناك، ولكن وين في بالأساس الصبر، لأنه الصبر مهما تقيمه بعود بنبت. فوين بتلاقوا صبر؟ وهيك كان يحكي لكل الأجانب اللي كان يجوا على المخيمات، هاي قرى كان فيها ناس وهجروا عن وطنهم، فهيك ربى فيهن الانتماء. حب الوطن، حب البقاء، حب الأرض. قدي حضرتكم يعني الفلسطينيين اللي بالداخل اللي تحت الاحتلال، قدي بتشبهوا هالصبير؟ احنا صبير. ما في امكانيه، يعني ممكن بديش اقول احنا 100% نفس الشيء، ولكن الاغلبيه العظمى بشكل عام، الاغلبيه العظمى هم ناس بالرغم من كل قسوه الحياه وصعوبتها، في انتماء، في تجذر في الوطن، في الارض، في كل ما يتعلق في بقائنا ووجودنا. استمعنا لرأي يعني مدير عام مؤسسة توفيق زياد، شو هي المؤسسة؟ شو الهم اللي حاملته؟ كيف تحافظ على إرث توفيق زياد النضالي والأدب الشعري؟ في البداية جمعنا كل ما يتعلق بمخطوطات، وإلى بعدنا حتى مش ناشرين ولا شيء منها، لأنه الإمكانيات بعدها مش قد، بس لا يمكن إلا أنه نعملها، لأنه في هدف لازم نوصل له. ولكن في دواوين يعني مخطوطات في بعض شعرية، في بعض الأشعار القصائد لسه ما نشرت ولا مرة. أبداً ولا بالصحافة. لا، في إشي نشر بالصحافة، ولكن في كم قصيدة بعدهم مخطوطات ما انتشروا ولا مرة. قلائل جداً، وهذا بالنسبة للمنشورات. في محاولة لإعادة طباعة بعض الكتب اللي طلعت، مثلاً كان له كتاب مش معروف كتير، بس اليوم احنا عم نحس انه في حاجة له.
نصراوي في الساحة الحمراء، هو درس بالاتحاد السوفيتي. نعم. فكتب انطباعاته عن الاتحاد السوفيتي في حينه، ومش بس هيك، المميز بهذا الكتاب انه التقى مع شخصيات عايشت الحرب العالمية الثانية، وحتى واحدة منهن مش متذكر بأي بلد، ولكن وضعت قنبلة تحت مخدة نائب هتلر في هذاك الوقت، التقى معها شخصيا. نعم. فالتقى مع شخصية، مع كلثوم عودي اللي أدخلت اللغة العربية لروسيا في حين. نعم. وفيما بعد الاتحاد السوفيتي، يعني سجل معهم حوار، سجل معهم حوار وحولوا لقصة، حول كل حدث لقصة، الكتاب مجموعة قصص، فأنا عم بحاول أن أجمعهم. نعم. وأترجمهم حتى للروسي. هكذا الحال كان عنده نفس درامي يعني إلى حد ما، حتى ببعض قصائده في الماسورة، سرحان والماسورة، يعني شبه حكاية، حكاية جميلة جدا، ولحنها حسين نازك. نعم. أيام فرقة العاشقين يمكن أروع لحن سمعته لهي القصيدة بحياتي. أنا شخصيا بحب القصيدة وبحب اللحن كتير. نعم. فهي بالنسبة للشعر. بالنسبة للمؤسسة، احنا من عندنا برامج ثقافية اجتماعية. نعم. لتعريف الناس على أدبنا وأدبائنا وشعرائنا ومناضلينا، يعني ما بتختص بس بتوفيق زياد شخصيا، كرمنا. نعم. كان عندنا محمود درويش، كان عندنا كرمنا الله يرحمهم الاثنين سميح القاسم. هلا عندنا بعد فتره قريبه لقاء مع الله يطول عمره يحيى خليف. فدائما عندنا لقاءات مع ادباء، وعملنا برنامج في المؤسسه سميناه للحياه معنا. نعم. يعني نلتقي مع ناس ونكرمهم وهم احياء، مش بعد ما حسب العاده العربيه للاسف، يعني يتم تكريم الناس يا اما بعد رحيلهم يا اما على حافه قبرهم. احنا بنكرمهم وهم احياء، ناس يسمعوا الكلمه الطيبه الكلمه الحلوه، بنشوف ادباء او باحثين او اجتماعيين، يعني مش بتضلوا كله مهم، ولكن بهمني المخطوطات ستنشر. طبعا عم بشتغل عليها. نعم. اقول لك انه عم بشتغل عليها، قديش تاخذ وقت ما بعرف، ولكن عم بشتغل عليها. زيارتك الى بيروت اثمرت شيء بهذا، خلينا نقول بحث اولي ان شاء الله اوكي انه ممكن. نعم. ينعمل شيء، لانه حركه النشر في بيروت يعني دائما نشطه، ودائما يعني في دور نشر تحدثنا عن هذا. نعم. الموضوع، وبتامل انه يكون في تجاوب بعد ما اثنين نقرا افكار بعض او الاتفاقيه اللي ممكن تنكتب مع دار النشر. مع دار النشر بالطبع. نعم. الاغنيات يعني في قصائد كثيره لتوفيق زياد تم غناءها من 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 فنانين كثر، يمكن اشهرها اناديكم يعني بالطبع. كثر غنوها، وعلى راسهم يعني وابرزهم الفنان احمد قعبور. بالزبط. محتفظين بهذه الاغنيات طبعا. بالمؤسسه عندكم صله مع المغنين؟ مع انا شخصيا. نعم. انا شخصيا واولادي يعني. نعم. عندي بنت وابور اكثر بتبحبش عن هاي الشغلات. نعم. يعني بتتواصل مع كل حدا بتعرف لحن لأبوها، بتتواصل معه. يعني أنا بعرف إن شفتي عليه. أحمد قعبور، شفت خالد الهبر، شفتي سامي حواط طبعا. مين كمان هدول اللي شفتن هوني؟ نعم. وفي آخرين أنا لسه ما بعرفهم، بس بنتي حكت لي عنهم. كان في واحد، أول واحد بعت لنا لحن، كان ملحن سوري اسمه عابد عزري. عابد عزري طبعا معروف. نعم. اول واحد بعت لنا في حينه. نعم. قبل يمكن 40 سنه او 35 نعم. سنه، ايام الاسطوانات، بعت لنا اسطوانه ملحن فيها لتوفيق ولمحمود ولسميح ولاخرين. فهذا كان لسه. نعم. ما تواصلنا معه ولا بعرف كيف. نعم. هو اتجه لاحقا الى الغناء الصوفي والموسيقى. آه. والموسيقى الصوفيه، ومقيم باوروبا بعتقد. بأوروبا. يعني هو خارج، يعني اي حدا بنعرف في واحد في عايش فلسطيني طبعا بامريكا، كمان لحن اغنيه جميله، اي شيء يقتل الاصرار في شعب مكافح. فلحن جميل وكلمات جميله. ف يعني اي حدا بنعرف بنجمعهم برضه بنعملهم. عملنا. نعم. مره ايام الكاسيتات عملنا كاسيت. من الضروري جدا، لانه بتعرفي نحن متهمون انه شعوب بلا ذاكره، يعني بمعنى انه ننسى. احيانا بيكون الشاعر يملا الدنيا ويشغل الناس وهو على قيد الحياه، حين يرحل يعني الصحافي تكتب له صفحه صفحتين، ثم سنه سنتين. نعم. ثم يذهب طي النسيان للاسف، يعني هذا هذا الواقع. صح. ساتابع مع حضرتك، ولكن لو سمحتي استراحه اخيره ثم نتابع بيت القصيد. رساله من توفيق زياد. التراب العزيز عزيز كثيرا علي،
وثقيل قليلا على جبهتي وفمي ويدي. وأنا مثل ما تعلمون أنا لا أحب الظلام الثقيل والهدوء الممل الرتيب الطويل، إنما أتدبر أمر الحنين الشقي في مقام القصي عن زهور بلادي وأهل بلادي وشمس بلادي ورفع عصافيرها المستحيل. مشاهدينا، القسم الأخير من هذه التحية إلى ذكرى قائد ومناضل وشاعر كبير هو الراحل توفيق زياد، وضيفتنا رفيقة مشواره السيدة نائلة زياد أم الأمين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني إلى جانب الصلابة اللي حكينا عنها، إلى جانب النبرة المقاومة اللي تميز فيها توفيق زياد وشعر توفيق زياد بشكل خاص، هناك الرقة أيضا. يعني بيقول توفيق زياد: وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا يضحك باكيا، وأعطي طفلا باكيا يضحك، وأعطي نصفه الثاني لأحمي زهرة خضراء أن تهلك. قد ايه كان فعلا هو إنسان رقيق عذب بحياته اليومية بعلاقته بحضرتك كزوجي وكحبيبي؟ علاقته فينا، فيه علاقته في الأولاد، علاقته بكل طفل كان شيء مميز جدا. يعني تستغرب لما يقعد مع الأطفال يعاركهن ويزعلهن وأنا أزعل وأقول له طب حرام، يقول لي طب أنت ما أهدي شوي. فعلا بعد دقائق تقلب كل الزعل اللي بيكون الطفل زعلان لمحبة وعبط وصداقة، ويلعب معهن ويركض معهن. يعني ما كانش مع الأطفال كان طفل، مع الختيار كان ختيار، لكل جيل لا. كان يعطي حقه. بيقول ايضا: اغني للحياه، كان يحب الحياه طبعا. مقبلا على الحياه جدا كثير. نعم. شو اللي بتعتقدي خسره الشعر الفلسطيني والعربي برحيل توفيق زياد باكرا؟ حقيقه خسرنا كثير، انا من وجهه نظري بالطبع. نعم. خسرنا قائد، غير مش بس اديب، خسرنا قائد سياسي. توفيق كان عنده نظرة بعيدة المدى كتير، كان يشوف، عارفش، يمكن لأنه قارئ جيد ومطلع جيد ودارس الفكر بشكل عميق، فكان عنده هاي النظرة الثاقبة لكل ما يمكن أن يحدث. حتى قبل وفاته بيومين ثلاثة كان في مقابلة معه مع التلفزيون الفرنسي، وشاف أو كان وجهة نظره، خلينا نقول، شو ممكن أن يحدث بعد اتفاق الأول اللي أوصله، وحكى، قال: ستواجه المفاوضات أربع عقبات أساسية اللي ممكن أن تفشل كل عملية السلام، اللي هي قضية القدس، قضية المستوطنات، وقضية اللاجئين، العودة، قضية العودة بالطبع، قضية العودة واللاجئين والمستوطنات والقدس. نعم. هدول الأربع عقبات إذا ما التقالهن حل راح تتفشى، يعني وهذا ما حدث. يعني توسع، قضية التوسع، يعني القضاء على هذه المطالب طبعا، وتحويل القضية الفلسطينية طبعا، يعني قضية إلى قضية التوسع. طب ما شفنا هن بيبديوا بالتوسع. نعم. ولكن التوسع مد لكل الجدار الواقي اللي عملوه بعدين. نعم. المستوطنين هيانا، عم نشوف كل مدة والتانية شو عم بيعملوا. نعم. آخرها حرق الطفل قبل كم يوم. نعم. فيعني هاي العقبات كان شايف انها ممكن تفشل كل عملية السلام. فهذا عشان هيك الناس لما بتقول فقدنا قائد تحكيها بصدق، لأنه كان لا. عنده هاي الرؤية بعيدة المدى. نعم. موقعه بالشعر الفلسطيني، يعني بتعتقدي حضرتك ما هي أهمية توفيق زياد الشعرية؟ كمان بالنسبة للشعر، يعني احنا لما نحكي شعراء المقاومة فورا يعني توفيق زياد، محمود درويش، سميح القاسم، وهيك قال عنهم غسان كنفاني. نعم، يعني سماهم غسان كنفاني، مع الاحترام لكل طبعًا لكل طبعًا الآخرين، يعني من آل طوقان إلى راشد حسين، كل الاحترام للكل إلى الجميع. طبعا المميز بشعر توفيق، ومش بس أنا رأيي الشخصي بالطبع،
احيانا لما كان يكون عندنا حدث معين نمسك الكتاب نقرا قصيده نقول كانه يعني هو صار متوفي وكانه كاتبها اليوم. يعني الحياه والنضال السياسي ما تغير، فالقصيده اللي كتبت قبل 20 سنه تناسب ما يجري اليوم. فهذا العمق اللي موجود في بعض معظم قصائده. نعم. انت اليوم بتحس انه يا ريته بعد بكتب ويا ريته بعد بعطينا هاي المعنويات. وتوفيق بالمناسبه توفيق مش بس كاتب جيد وقائد جيد، توفيق خطيب حسب رايي من الدرجه الاولى. نعم. لما يخطب في اي اجتماع شعبي يعطيك الصوره العامه يعني الوضع القائم. احيانا تكون يأسان وتعبان ولكن تطلع من الاجتماع بنفسية المقاوم المقاتل المناضل المعبأ بكل ما يمكن من الثبات وانتماء وإلى آخره. فهي من كمان من المميزات اللي احنا خسرناها. فعشان هيك لما بيقولوا خسرناها على عدة أصعدة. يعني العزاء انه حضرتك معنا وأولاده الحلوين اللي تركهم وشعره وأدبه أكيد. العظيم وسيرته. أيضا أشرت إلى أنه خطيب يعني مفوه وهو صاحب كاريزما وحضور، يعني حتى بالصور ببينها. شو سر هذه الكاريزما؟ عرفتي عن قرب حضرتك؟ يعني صعب، يعني صعب تقدر تعرف. هاي الظاهر بتكون مع الإنسان بتخلق معه، هو طبيعته هيك. يعني لطيف ألطف ما يكون وقت اللطافة وأعرف ما يكون وقت ما لازم يكون عنيف. فهو هذا طبيعته البشرية، هيك تكوينه. صعب أحلل ليش هو هيك. كان عنده الحس السخري أيضا، حس فكاهي عالي حسب ما قرأت. طبعا هو صاحب نكتة وبيحفظ النكتة وبزيد عليها شوي، بلطفها، بجملها، بخليك تضحك حتى إن ما بدك تضحك بتصير بدك تضحك. جليس جيد. نعم. بحب الغناء، بحب الحياة زي ما حكينا قبل شوي. فيمكن كل هاي المحبة اللي كانت في داخله تفسرت في كتير في كتير شغلات، في حبه لوطنه، في حبه لزوجته، في حبه لأولاده. نعم. كتب لك شعر يعني مخصوص؟ أنا بقول لا، ولكن نعم. في حدا من الأصدقاء قال لي لا هاي القصيدة كتبها إليك. قلت له ولا مرة قال لي. ما كان يعني عندك هذا الهاجس أو هذا السؤال أنه زوجي شاعر، طيب كيف ما كتب لي؟ أنا كل وقت أفكر في الشعر السياسي، ولا مرة ولا مرة فكرت في الشعر الغزلي. فبالعكس هو له بعض القصائد. وفي قسم منها ثلاث قصائد حقيقة لحنها مغني بحريني اسمه سلمان سلمان زيمان. زيمان افتكرت خالد الشيخ. لا في من البحرين. خالد الشيخ من البحرين. ما بعرفه طبعًا. ما بعرف. لا خالد يعني كان يساري ولحن لمحمود درويش ولنزار قباني. يا ريت عرفت إذا لحن لك فيه. أنا ما عرفت بس سليمان وصلتنا يعني قصائده وسمعناها، فهو اختار المجال الغزلي. لا القصيدة اللي قال لك أحد الأصدقاء أنه هاي لك منشورة في كتاب. طبعا أنا ست قصائد غزل. تفضل يلا. ما في غيرين. ما بعرف أنا بقرأ القصيدة الموجودة في ديوان أشد على أيديكم. وهي بتقول متى نلتقي. تفضلي. وحق شعرك يا محلولة الشعر كأنه الليل منعوفا على الفجر، وعزة الحب في عينيك مشرقة، وعنقك البض والنهدين والنحر، وخمرة الثغر فوق الثغر رائقة كأنه صيغ من عاج ومن خمر، وريقك العذب ما ذقت الهوى أبدا حتى أتاني الهوى من حيث لا أدري، يا طفلة القلب والأحلام كشف لي حديث عينيك ما تخفين من سري. ويا قطرة الخمر ما كنت عن عجز، فإن لاسمك عندي نكهة الخمر، أحب فيك انفتال الجيد على عن خفر إيه، ووفاء الحلم في أهدابك السمر، ورفة الزهر في ثغر نعمت به كأنه السحر مسكوبا على الطهر، قولي متى نلتقي فالصب يولعه الحب والبعد والطيف الذي يسري.
حلو، يعني عن خفري حتى عن ما ينكسر الوزن. خجل طبعا، يعني خفر مش بس شعر غزلي، شعر إباحي عشوائي. حسيتك قفيتي شي كلمتين، كنا حطينا زمور عليهم لو لا ما في مشكلة. لو قلتيهم لا، خفت أغلط بالتحريك، مع أنه يمكن غلطت ما بعرف. ما هو المطلوب برأيك يعني فيما يتعلق بشعر توفيق زياد وذكرى توفيق زياد أو شعراء آخرين مثله؟ ما هو المطلوب أو ماذا تتمنين من الإعلام العربي، من المؤسسات الثقافية العربية سواء الفلسطينية في الداخل أو العربية في الخارج؟ يعني أنا على الأقل بحكي وبتمنى الكل يعمل زي ما إحنا عم نفكر أنه نعمل، يكون في مكتبة أو مركز أبحاث. نعم. للباحثين، يعني إحنا بيجونا مرات بعض الطلاب الجامعيين. نعم. بدهم عن توفيق زياد أو بيسألونا عن محمود وعن سميح. عن توفيق بقدر أزودهم، بس نعم. عن محمود وسميح المعلومات اللي عندي يعني ضعيفة قليلة. نعم. فياريت يكون في إحنا وغيرنا يكون في عدد من المؤسسات اللي تكون مرجع لهدول الباحثين حتى للمستقبل البعيد نحفظ. نعم. هذا التراث. مين كان أقرب إليه شعريا، محمود ولا سميح؟ اللي بعرفه أنه كان يحب التنين. مين لا فعلا كان نعم. يحب التنين. من شعراء العرب، من أدباء العرب؟ كان يحب أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري كان يحبه كتير، لدرجة أنه أول ما بلش كشاب، طبعا ما كان في كتب، كنا مقطوعين إحنا عن كل الدنيا، فلا كتاب رسالة الغفران. نعم. ونسخه، كان كتاب حكى لنا أنه كان كتير كبير، نسخه بإيده حتى يحفظ نسخة له لأنه صاحبه بده إياه للكتاب. فكان يحب بالأساس أبو العلاء المعري وشعراء آخرين. طبعا شعراء الصعيد كان يحبهم كلهم. نعم. وفعل كان يحبهم. لو قدر لك أن تقولي يعني شيء ما لتوفيق زياد لم يسعفك الوقت يعني والموت المفاجئ الذي أخذه من بيننا جميعا، ماذا كان يمكن أن تقولي لتوفيق زياد؟ كنت بقول له كنت تحب الأطفال ولما صار عندك أحفاد ما قدرت تشوفهم. أول حفيدة كان عمرها 3 أشهر لما توفى، كان يقول لي لما تكبر مش ناديني سيدو، بتناديني على اسمي توفيق. قال له طيب. ولكن صاروا 8 أحفاد وما حلفهم الحظ أنه يشوفوه ويلعبهم ويكون إلهم الجد. هذا بالنسبة للعائلة. في حفيد حمل اسمه؟ ابن أمين الأول حمل اسمه توفيق. البقايا أسماء مختلفة طبعا، وهيبة عندها بنت وولدين، عبور عندها ولد وبنت، وأمين عنده 3 شباب بدون بنات، فكلهم على مجموعة مع بعض 8. نعم. وطبعا دائما بنحكي لهم عليه. والفلسطيني بخلفه كتير ولازم يخلفه كتير، يعني سلاح الذرية كان يسميه، كان يسميه الشهيد فيصل الراحل فيصل الحسيني، كان يقول سلاح الذرية، يعني مزبوط. إسرائيل لديها سلاح الذرة ونحن لدينا سلاح الذرية. بس هذا بالنسبة للعائلة. بالنسبة للوضع العام كنت بتمنى على الأقل أنه يتعلم القادة الجدد شوي من مش بس توفيق، من القيادة القديمة. نعم. اللي كان إلها دور أساسي في كل تكويننا السياسي، لأنه هدول اللي أعطونا الزخم، أعطونا القوة، أعطونا الطريق، ما هدولنا الطريق اللي لازم نمشي عليها بالشكل الصحيح. بتمنى من القيادة الجديدة اللي هي بين قوسين شابة إنها تروح لهذا الاتجاه في المرحلة الصعبة اللي احنا عم نواجهها. الله يسمع منك. ألف ألف شكر على تشريفك بيت القصيد. من خلالك تحية كبيرة لروح توفيق زياد ولأسرة توفيق زياد، ومن خلالكم لفلسطين، كل فلسطين في 48 وفي الضفة وفي غزة وفي كل مكان، فلسطين من البحر إلى النهر. شكرا لك على هاي الاستضافة، وأنا كتير سعيدة في هذا اللقاء، وممنون لك وممنون للميادين اللي سمحت الفرصة أن نلتقي، وفي بيروت رغم كل الصعوبات
اللي أهلا وسهلا فيك. كان يعني واحد من أمنياتي أن ألتقي توفيق زياد بيوم الأيام، لم يحصل، ولكن القدر أعطاني هذه الفرصة أن ألتقي بحضرتك وأن نقدم هذه الحلقة التحية لذكرى. أهلا وسهلا. شكرا. الشكر لفريق العمل، للمخرج علي حيدر، للمنتج غادة صالح، ولمشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم. نلتقيكم على خير الأسبوع المقبل بإذن الله.